انا عندي 4 عيال وجوزي صياد وارزقي، والقرش اللي بيجي له من عند ربنا سبحانه وتعالى يا دوبك مكفي البيت. فجاه جوزي تعب، سمعت حاجه اسمها كفاءه وكرامه، قدمت ورقي، طلبوا مني اوراق ليا واوراق لجوزي وصور شهادات ميلاد العيال وحاجه تثبت لنا من في المكان اللي ساكنه فيه، وقدمت لهم وقالوا احنا ما وقت ما اسمك ينزل هنتصل بيك. فجاه اتلقيتهم يعني بعد ما اسمي نزل اتلقيتهم متصلين بيا وقالوا ايه تعالى اخد انت وجوزك، خد الفيزا بتاعكم، انتوا لكم ايه مرتب كفاءه وكرامه نزل لكم. انا ما اتصلوا بيا بتوع الشؤون قالوا ايه تعالى اسم حضرتك نزل، ورحت خدت جوزي، ما كنتش مصدقه الاسم نزل، خدت جوزي ورحت ما تلاقيت اسمي موجود، فرحانه جدا وبقت فرحانه، واخدت الفيزا ورحت قبضت، بقت فرحانه بالفلوس. اخدت جوزي ورحت السوق جبت طلبات عيالي واكل عيالي وحاجه عيالي، وجبت لعب كمان الولد الصغير، وبقى فرحانين بالحاجه وقضينا يوم جميل ما قبضنا، وكان يوم يعني الحمد لله، والقرش دوت بيجي من عند ربنا بيساعد كويس والحمد لله رب العالمين. بقى وانا قاعده قدام التلفزيون سمعت ان تكافل وكرامه، رحت سالت في الشؤون قلت لهم ان انا بجيب علاج العينية ب 800 جنيه وانا جوزي بيشتغل ارزاقي بيقبض 700 جنيه. كان بيقول لي يعني اجيب اكل ولا اجيب لك العلاج؟ سالت لهم في الشؤون قالوا لي خلاص حضري ورقك والتقرير وهاتيه واحنا نقدم لك. فجيت بعد 6 شهور لقيتهم بيتصلوا بيا بيقولوا لي تعالى عشان تاخدي الفيزا بتاعتك. انا فرحت جدا، انا برجو من ربنا ان ما يقطعهمش، لان لو اتقطعهم ما هيتعمى خالص. كان الاول ابني هو اللي بيجيبها مره واحده ب 800 جنيه، فالوقتي بحس ان حلم لما جالي ال 447 انا بجيبها مره وابني بيجيبها له مره. التكافل وكرامه فرق معايا كتير قوي يعني، والله ليل ونهار قاعدين ندعي له لان حس بالغلابة. انا كنت متردده وخايفه يعني يكون مثلا حد بيضحك عليا، وبعد كده لما انا رحت لقيت الموضوع جد، فانا بدل اي حد محتاج اقول له روح. هيفرق معاهم كتير زي ما فرق معايا.